كانت جيبوتي أول نافذة يطل منها الأمل في علاج الجرحى الذين تمكنوا من الوصول إليها، لكنهم سريعا ما اكتشفوا أن الوصول إلى هناك ليس إلا بداية لسلسلة من المشاكل التي سيواجهونها، حيث علقوا وتخلى عنهم الجميع. ونظرا لإمكانية الدولة التي وصلوا إليها فقد اضطروا للبحث عن ملاذ آخر، فكانت الهند هي المنفذ الوحيد. اضطر كثيرون حسب قولهم إلى الاقتراض وبيع الممتلكات التي قضوا عقودا من أعمارهم في لملمتها والتخلي عنها فجأة لصالح العلاج، لكنها كانت إمكانية بسيطة لم تفي بغرض ما ذهبوا إليه. وارتفعت الأصوات القادمة من بعيد المطالبة بضرورة تدخل الحكومة في مهمة الإنقاذ، لكنها أعادت العمل إلى لجان طبية تحدد المستحقين بالسفر. وكما علت أصوات الجرحى الذين تمكنوا من الوصول إلى الهند، فقد رافقتهم صرخات أولئك الذين حلوا في مشافي الأردن حيث تركت جراحاتهم مفتوحة أمام تعاطف الأطباء الذي لم يصمد طويلا. فقد بدأت قوائم المطالبات من المشافي وأماكن الإقامات تتزايد، وأصبح أبرز مطلب لعدد من الجرحى أن يعودوا إلى بلادهم. ويأمل الجرحى الذين ينظر إليهم كمحظوظين أن لا يتركوا لقساوة الجراح وأوجاع الغربة.